بنادينا العظيم النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستعد طبعا لبطوله، يعني هنرجع كده بالذاكره لبدايه الموسم، نتكلم على موسم مليء بالبطولات، مليء بالتحديات. للاسف يمكن كان في قرصه ودن صغيره بالنسبه لكاس السوبر الافريقي، قرصه ودن، لكن كانت الحقيقه كان في ميعادها، بتقول لنا كلنا، يعني بتقول للجماهير وبتقول للعيبه وبتقول للاجهزه الفنيه ان الموسم موسم صعب. لو مش مركز 100% وعندك الشغف وعندك الجوع لحصد هذه البطولات هيبقى الامور صعبه. كان كلنا زعلانين اكيد بخساره السوبر الافريقي، لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وبالعكس يمكن جت على يعني زي ما بقول لحضراتكم يكون درس شويه قاسي بخساره بطوله، لكن عندنا بطولات كثيره جدا جدا الموسم ده في وقت قليل قوي، بنتكلم على يمكن ثلاث بطولات لغايه شهر ديسمبر. ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه بطوله جديده، بطوله كاس مصر، والنادي الاهلي هيلاعب انبي. طبعا دي طبعا كاس مصر كمان من البطولات المفضله للنادي الاهلي، بيلعب امام فريق دايما بيبقى ماتشات الاهلي وانبي بتكون مباريات صعبه، لكن ان شاء الله باذن الله زي في دور قبل النهائي، وباذن الله هنستنى طبعا الطرف الثاني ما بين طبعا بيراميدز ونادي الزمالك. بطوله كاس مصر زي ما بقول لحضراتكم خلاص يوم الجمعه اللي جاي، نادي الاهلي مع انبي ان شاء الله الساعه 7 باذن الله في نص النهائي، وزي ما بقول لحضراتكم باذن الله كل التوفيق لفرقتنا ونفوز، وننتظر الفائز ما بين فريق نادي الزمالك وبيراميدز في النهارده في النهائي ان شاء الله. دي واحدة من البطولات اللي بقول لحضراتكم عليها، يعني الموسم ده مليء بالبطولات الحقيقة، وده باين كمان في استعدادات النادي الأهلي من خلال رؤيتنا الفنية لفريق النادي الأهلي اللي بيعمله كولر من خلال الروتيشن اللي بدأ بدري شوية، وبدري شوية لأن الراجل عارف إنه داخل تحديات كثيرة جدا على مستوى الثلاث أربع شهور اللي جايين. عندنا الدوري الافريقي الجديد، عندنا كمان كاس العالم للانديه، عندنا بطوله الدوري اللي الحقيقه كان المردود لخساره طبعا السوبر الافريقي عوده النادي الاهلي بشخصيه البطل الحقيقه من خلال مباريات الدوري، وحقق نتيجه كبيره جدا في اول مبارياته، والحقيقه بدانا نطمن الى حد كبير على ان خلاص الدرس اللي خدناه من السوبر الافريقي الكل استوعبه بشكل كبير جدا جدا، ويعني ان شاء الله باذن الله يكون المكسب قادم في جميع البطولات باذن الله. هنتكلم كمان على بطوله افريقيا، بطوله طبعا دوري ابطال افريقيا اللي نجح ان يكسب فريق سان جورج الاثيوبي الحقيقه بنتيجه اجماليه 7-0، وكون قابلة للزيادة الحقيقة، يعني كلنا كنا يمكن شوية المباراة الأولى كان عندنا فرص كتيرة جدا جدا، كان ممكن نتيجة تخرج أكتر من 3-0، لكن إجمالي 7-0 يعني نتيجة جيدة جدا. يعني زي ما بقول لحضراتكم هو ده النادي الأهلي وده المفروض يحصل، يعني كل مباراة بتاخدها وبتحضرها بشكل جيد جدا في أي كان بطولة بتشترك فيها، علشان طموحات الجماهير كالعادة طموحات جماهير النادي الأهلي هي الفوز بالبطولات. النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم كان فيه منافسة شديدة جدا في طبعا الموسم اللي فات، لكن الموسم ده المنافسة هتبقى أكبر، يعني في مكاسب كثيرة الحقيقة. في مباراة سان جورج بنتكلم على لعيبة مميزة بدأت تقول أنا موجودة، بنتكلم على مجدي محمد مجدي قفش على سبيل المثال، بنتكلم على بيرسي تاو، بنتكلم على إمام عاشور على سبيل المثال، كمان بنتكلم على لعيبة الحقيقة وهو ده المطلوب، يعني هو ده المطلوب إنك تتكلم على سكواد كامل، السكواد كله ما بتكلمش على واحد أو اثنين أو 11 لعيب، بتكلم على تقريبا 25 لعيب مستعدين لخوض البطولات، وإن شاء الله بإذن الله الاستحواذ على كل البطولات للنادي الأهلي، ودي طموحات الجماهير، وده يعني قدر كمان لعيبة النادي الأهلي والإدارات الفنية إن النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي منتظرة الفوز ومنتظرة كمان الأداء الجيد. الحقيقة بيقدم مارسيل كولر الفترة اللي فاتت بيعمل المعادلة الحقيقة المعادلة الصعبة ديت، أداء ولا أروع، نتيجة بتكون نتيجة كبيرة جدا من خلال المنافسات، كسبنا المصري 4 وبنكسب في البطولة الأفريقية في الدور التمهيدي بنكسب بإجمالي 7-0، وده ان شاء الله باذن الله يعني اول خطوات النجاح لموسم ان شاء الله يكون موسم رائع للنادي الاهلي.
بقول لحضراتكم كمان يعني كان في بعض الغيابات بالنسبه للنادي الاهلي لظروف مختلفه، كان في ايقافات، كان في اصابات، لكن زي ما بقول لحضراتكم سنه سنه الناس بتخش. شفنا كريم فؤاد بيخش، ان شاء الله اكرم توفيق في الطريق، ان شاء الله عمرو السوليه في الطريق. انت كمان بتتكلم على ثلاث لعيبه كبار بيمثلوا جزء كبير جدا من قوه النادي الاهلي. والحقيقه زي ما بقول لحضراتكم قوه النادي الاهلي بقت في قوه الفريق مش في قوه الافراد. الانسجام الكامل ما بين المنظومة الحقيقة ماشي بشكل أكتر من رائع. على مستوى قرعة أبطال أفريقيا إن شاء الله الجمعة اللي جاية يعني هننتظر، كلنا منتظرين هذه القرعة ونشوف مين هيكون موجود في مجموعة النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي القرعة. والنادي الأهلي كالعادة على رأس المجموعات طبعا في التصنيف الأول على مستوى القارة كعادته، وإن شاء الله بإذن الله هيكون لينا كلام مع ضيفنا النهارده اللي مشرفنا الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. هنتكلم على هذه البطولة وتوقعاته وإيه الشكل الجديد والفرق، نتكلم على المنتخبات الأفريقية تطورت، هل الفرق الأفريقية تطورت، هل في أسماء جديدة هتظهر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ده اللي هنعرفه إن شاء الله مع نجمنا إيهاب الجنيدي.